الآن أبغاك توجه رسالة للي دخل المجال وفي عقبات كثيرة، وإحنا الآن الزمن اللي إحنا فيه الآن مختلف تماما عن الزمن اللي كان فيه يعني بزوغ نجم الإنشاد، وكان فيه مستمعين كثير للإنشاد وكذا. إيش ممكن رسالة توجهها؟ صراحة يعني أنا كني أنا وياك يعني قاعد يعني خليني أوصل صورة شوي وصف فيها غريب. كني أنا وياك مركبة زمنية، ايوه كنا في زمن ركبناه الحين سبحان الله. نظام سابق غير عنا الحين، النشيد قبل غير عن الحين. النشيد قبل تقول عمل حلو بأداء ومجهود وتتعب تقوله ناس تحبك، الحين لا غير. يا سلام. الحين قطها بالانستغرام واتعب عليها، اوكي يلا حلو والله غيره. لا الحين لازم تتخصص في مجال، شلون بزنس بلان او دراسه جدوى لمشروع، انت يا سلام كانك قاعد تسوي هالشيء هذا. جميل. انا بختص في، يعني اعطيك مثال على احد الاخوان نجح، واذا يسمعني اتمنى يستمر في مجاله، اخوي عثمان الابراهيم يا سلام تخصص في الاكابيلا فنان. وابدع يعني الفترة الأخيرة، ما أدري ليش وقف، بس إن شاء الله يا رب يستمر. وهو عنده مجال النشيد شغال يعني حاله حال غير المشيد، ولكن أبدع في الأكابيلا. تخيل لو يجيني واحد ويدخل في مجال الأكابيلا أو مجال معين، فقط يلتزم فيه وفقط يبدع في أفكار الأكابيلا، وفقط يحط له جدول زمني، وفقط ما يطلع عن أي طريق أو مسار خاص في هالمجال هذا، وينزل ويستمر ويلتزم ويستمر ويستمر ما يقطع عن السوق، استمرار راح يكون له حصة في السوق، راح يكون له قدم أو موضع قدم ما بين الناس اللي عندها الفن المبتذل أو الفن الهادف أو الفن أي كان من الأنواع. نصيحتي لهم أيا يكن، مو شرط ترى الحين، يعني بالعكس الحين أنا ما أنت قلت كلمة في بداية سؤالك إن في زحمة، وهو في زحمة ولكن مو صعوبة، الصعوبة على جامع الكل، لأن جامع الكل فاقد الكل. أنا أقول نصيحة للشباب، عندك فكرة معينة لا تتشتت، ركز فيها وطورها واستمر فيها وخلك على تواصل. طبعا أنا أقول لك هالكلام كله وأنا مقل، أنا مقصر لظروفي، العمل، نعالج أشياء إحنا عامل واقعين السن، مسيرتي أنا من فترة تقارب بقرب يمكن 30 سنة ما شاء الله. خلاص يعني وصلنا مرحلة أنه بس ستوب أو مو ستوب، خلاص في أمور ثانية. اللي بادي واللي يحب هالمجال لا ينقطع ويستمر. الحين الهدف الأساسي الاستمرار أكثر من لا يكون قبل هدف إنه والله يطلع صوت حلو، يعني عادي يكون صوته عادي. يا سلام. عادي يكون صوته عادي. يا سلام. ولكن عنده أفكار، عنده هدف، تبي تعرف الدليل؟ اطلع من جو النشيد، دش جو الأغاني، شوف الأغاني المبتذلة. مرات تضرب أغنية لأن كلماتها أو فيها فكرة معينة أبدع فيها، تافهة وسخيفة ومبتذلة، ولكن لأنها جذبت انتباه المستمعين. إحنا ناخذها بالنمط النظيف. جميل. بالنمط الهادف، عرفت؟ فهذه نصيحتي حق جميل. الواحد عنده فكرة يعني سكيلز. أنت الآن كأنك تقول إنه يعني الساحة الآن أول شيء الفكرة الموجودة الآن، أو ما أدري هي شماعة أو لا، إحنا نعلق عليها إنه الآن الجو اختلف والناس اختلفت وما عاد صار أحد يسمع الإنشاد وكذا وكذا. هل هذا الشيء موجود ولا مو موجود؟ أنا كقناعتي يعني في ناس أعرفهم الآن إلى الآن منشدين وينزل أعمال، وأعماله ما شاء الله تسمع وتضرب ويسوي حفلات وماشي. أحس إنه في الموضوع ماشي، بس إنه كان في يعني تخوف عند كثير من الناس. ممكن شركات الإنتاج سحبت الإنتاج زي زمان، ممكن مو زي زمان، لكن أتكلم لو في أحد ينتج أتوقع يعني نفس الجو يكون موجود والناس قاعد موجودة. وبالعكس السوشيال ميديا الآن يمكن في فرصة أكبر للإنتاج. هل هذا الشيء يعني في اتفاق بيني وبينك ولا جاوب بسرعة؟ انت اللي تامر عليها. لا اتكلم الان، هل فعلا ان انا وقفت بسبب ظروف او بسبب اي شيء ثاني؟ تتكلم عن ابراهيم انه انا اتكلم يعني. عن المنشدين بشكل عام. المنشدين لا، شوف هي انا اقول لك، يا خليني اتكلم، ابدي بنفسي. انا سبب من اسباب تاخري في المجال الفني الفتره الاخيره عاملين، عامل بيدي وعامل مش بيدي. العامل اللي مش بيدي اللي هو شركات الانتاج. يا سلام. ولكن الحين تغير الوضع الحين صح. يعني قلت لك اذا انت بس تحترف شوي الصوت او السيستم الصوت في البيت، او انه حتى لو تحط اعمال معينه بسيطه غير مكلفه تنزلها، اوكي تقدر تمشي امورك. هذا العامل الاول اللي هو في شيء
مو بيدك اذا كان شركات انتاج، لكن بيدك اذا تقدر انت عن طريق يعني استوديو منزلي او مثل ما اغلب المشاهدين قاعد يسوون. انا مو منهم. الشيء الثاني قاعد اقول لك، انا موظف في قطاع خاص، عندنا في الكويت قطاع خاص شوي يعني تسميه تف جوب، لما الاعمال شوي ثقيله وتاخذ من يومك، تاخذ من صحتك، تاخذ من وقتك. يعني انا مش مو مقصر في مجال نشيد، انا مقصر مع بيتي. انا اجي يعني العيال بيطلعوا، اجي تعبان ابي ارتاح ولا غير امور ثانيه، الوضع الاجتماعي، الامور. واخذ النظير، اخذ العكس، اي انسان متفرغ ما عنده وظيفه ومتفرغ للفن، صدقني مبدع، صدقني ناجح، وصدقني قاعد يمكن حتى ياكل لقمه عيشه من هالنشيدات. صح. فهي حسبه، وهي نسبه وتناسب على حسب تقدير الشخص نفسه للي قاعد يسويه. فانا هذه اسباب اني انا تخليني شوي، مو تخليني شوي، خلتني وايد الفتره اللي خلاص انا شبه انقطعت من السوق بسبب ظروفي انا الخاصه.